حضرت. احمد عبد الفتاح مؤلف فيلم باباراتزي، اهلا وسهلا بيك في باباراتزي يا احمد. اهلا وسهلا، اهلا بيك. ميرسي، الله يخليك. يا ريت تكلمني النهارده عن الفيلم وعن القصه وعن ايه اللي شدك لباباراتزي. والله الباباراتزي مطروحين طول الوقت على انهم صحف فضايح وانهم بيجروا ورا المشاهير وانهم بيدوروا على فضايح المشاهير وبتاع، فانا حاولت ان انا اطلع شخصيه من مصورين الباباراتزي عندهم حاله انسانيه وتعاطف مع قصه حب، وهم في البدايه بيدوروا على الخبر السخن زي اي ميديا، ولكن في النهايه اي حد في اي مهنه عنده مشاعر وعنده انسانيه، فبيتغير وبيبقى سبب زي ما كان سبب في نشر قصه الحب، سبب في رجوعها وسبب في رجوعهم لبعض في الاخر. واختيار الفيلم باباراتزي بناء على القصه طبعا. طبعا الاحداث اللي دايره في عشان نجم البطل نجم غنى، وكان فكره انه في حد بيطارده كمصوره باباراتزي بيطارده من لبنان للقاهره في كل مكان، فلما كشفت قصه الحب اللي ما بينه وبين شخصيه البنت ابتدت تتعامل مع الموضوع لانه قصه مثيره، الى ان تطور الموضوع عندها واصبح قصه حب مثيره. وايه رايك في التعامل مع رامي عياش لاول مره طبعا في سينما؟ رامي اصله صديقي، يعني رامي صاحبي من حوالي 10 سنين، واحنا من 10 سنين او من يمكن من 2004 مش عارف ايه 11 سنه تقريبا بنحاول ان احنا يعني نفسنا نعمل حاجه مع بعض، وهو عايز يعمل بس كان مستني الموضوع اللي يرجعه يعني. فلما جه الاستاذ صفوت والاستاذ صبحي كلمونا على الفيلم وكلموا رامي واتفقوا معاه، اديته الفكره فعجبته فكملنا. بس ايه الجديد عندك بعد باباراتزي؟ عندي مسلسلين في رمضان ان شاء الله، عندي مسلسل ابو البنات مصطفى شعبان اخراج رؤوف عبد العزيز، وده العمل الخامس ليا مع مصطفى على التوالي، وعندي مسلسل تاني مع سعد هنداوي المخرج الفنانه لطيفه والاستاذ هشام سليم. رمضان برضو؟ الاثنين رمضان ان شاء الله باذن الله. ممكن تقول لنا حاجه طب يا احمد لباباراتزي؟ كل سنه وانتم طيبين ويا رب سنه سعيده على الكل، وباباراتزي مش بس فضايح. انا مبسوطه ان انا قابلتك في برنامجنا وفي قناتنا باباراتزي وفيلم باباراتزي. ميرسي خالص ليكم، شكرا. ميرسي جدا يا فندم. تشوفي باباراتزي اقوى موقع فني في مصر.